أهلاً فيكم في لقاء العمالقة، معنا فقرتين وتتعادلوا بصيروا ثلاث، الأولى واحد في واحد، الثانية الرابط العجيب، الثالثة أبجد هوز. جاهزين؟ جاهزين. جاهز؟ جاهز؟ آي ما حجرة ورقة مقص. متوسط وزن الحوت الأزرق. متوسط 70 طن. ليش حكيت انت 70 طن؟ 70 طن كيلو. وزن الحوت الأزرق 150 طن. فيصل أطلقيتك. متى اخترع الميكروسكوب أو المجهر؟ في أي سنة؟ 1506 هو؟ 1507. اخترع الميكروسكوب أو المجهر في عام 1590. عبدالله يومي! واحد يزن شو ليه؟ كم عدد ساعات نوم القط البالغ؟ يعني بشكل متواصل بس صح؟ ما بعرف صراحة، بس عدد ساعاته يعني. كم نوم متخطى؟ كم بينام 24 ساعة؟ باليوم يعني كم نام؟ باليوم كم بينام؟ 3 ساعات. عند فيصل؟ 4 ساعات. عدد ساعات نوم القط البالغ 18 ساعة. فيصل أقرب الإجابة. كمان مرة فيصل أقرب الإجابة. بالغ ولا ميت هو؟ كم عمر الكرة الأرضية؟ عمر الكرة الأرضية هي أكثر، بس خايف تزود علي، بس حاطي المتوسط 6 مليار سنة. 6 مليار وسنة. عمر الكرة الأرضية 4.543 مليار سنة. فيصل أقرب الإجابة. خدعتك، أعطيتك رقم شطحته. بس كم عدد عيون النملة؟ 2. فيصل 3. عدد عيون النملة 5. فيصل أقرب الإجابة. لو سمحت تتوقف أماني. لو سمحت بتروح على البيت اليوم تفتح جوجل تسأله كم سؤال تتوقف أو اكتب معلومات عامة ودرس. كم ارتفاع برج إيفل؟ 500 متر. 700 متر. ارتفاع برج إيفل 330. عبد الله أقرب للإجابة. كم مساحة قاعدة الهرم الأكبر هرم خوفو؟ 5 دول. لا بالله عندك فيصل. كم إجابة عبد الله اللي هي 5 دول؟ ولا بشكل عام ولا بشكل عام ولاعة سيك ولاعة. 1823. فيصل أقرب للإجابة. إذا طلع شعري. أول فقرة الفائز فيها هو فيصل. وش ضرب ضرب نخاف مع تكتر. أعطيني الرابط العجيب بين البطارية والطوب. البطارية بتشغل الأشياء وأنا قلبي لازم أطبش الطوبة عشان أشغله. البطارية تشحن تليفونات الزلم، بس الطوب عمره ما بنى زلم. هاي تختم مريم. النقطة راح تروح لا عبدالله. يحترم عليه. أعطيني الرابط العجيب بين الكازية والكلب.
ارتكازية بتخلي الزلمة يروح ويجوا، بس الكلب طول الزمن طول العمر بيضل يعلم بالزلمة الوفا. ليش بتاوش؟ ليه بيهدد؟ ما مظلومة. ليش تضرب لي زلمة؟ الكازية بتعبي لنا بنزين، بس الكلب بيطلع معانا بيطلع معانا وبيعبيش. راقت لي راقت لي راقت لي راقت لي. الكازية تعبي لنا بنزين، بس الكلب بيطلع معانا وبيعبيش. النقطة لا فيصل. شو الرابط العجيب بين الورقة وفم الإنسان؟ أي إشي بنكتبه ما بروحش بالهوى، بس كل شي بنحكيه بطير بالهوى، والحكي هوى يا شباب. فلسفة. الورقة كتبوها الإسلام، بس الفم ما بيحكيش غير حكي ولاد. الورقة الفاضية عمرها ما عبت مخ إنسان، بس مخ إنسان يعبي الورقة الفاضية. فهم يا جماعة النقطة راحت لا عبد الله الزلم. يلا حجر ورقة قص. إذا ما يبدأ من عندك بديش الحجر ورقة قص. فيصل أزعر وبيحاول يثبت العبد الله، وعبد الله خايف منه. ابدأ. أنا مش قلت لك طلع اللي بجيبك؟ بس استنى أفهمك، بس استنى أفهمك. ما معي شيء. تمارا قبل شوي مرقت من هون وفضت كل شيء بجيبها، ولا سميك زي تمارا؟ جيب تمارا واسألها، أنا ما معي شيء. يا عبد الله.